اختفاء غامض لحسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي لم يظهر مؤخرا ما أثار التكهنات حول حقيقة حالته الصحية. إذا متابعين الأخبار بنعرف أنه من شهرين تقريبا أو أقل شوي نصر الله اختفى عن الشاشات ولم يعد هنالك أي رسائل وتهديدات ونبرة عالية الصوت على الشاشات اللبنانية من هذا الدجال. معلومات استخباراتية مسربة أكدت نقل شخصية مهمة من حزب الله إلى أحد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة، ورجحت أن يكون الشخص المذكور هو أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي يصارع مرض السرطان منذ سنوات. التسريبات أجبرت أتباع نصر الله على ترويج لتسجيل صوتي منسوب لزعيم حزب الله ينفي فيه الأخبار المتداولة عن مرضه. يعني ساعة بموتوا للواحد، ساعة بيعملوا له جلطة قلبية، ساعة جلطة دماغية، ساعة سرطان، ساعة. أنا أود أن أؤكد على الجميع أنه أن لا يصغوا إلى كل هذه الأمور. لكن التسجيل المنسوب لحسن نصر الله عزز شكوك بشأن اختفائه، فليس من المعروف تاريخ التسجيل، كما أن نصر الله لم يظهر صوتا وصورة حتى هذه اللحظة. أما التسجيل الصوتي فمن المحتمل أن يكون جزءا من حديث قديم لنصر الله قطع من سياقه، ومن المحتمل أن لا يكون صوت نصر الله من الأساس. ومع الاختفاء المريب لنصر الله وعجز أنصاري إثبات أنه ما يزال على قيد الحياة، تواصلت التسريبات بشأن وصول مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إلى الضاحية الجنوبية لترتيب انتقال زعامة الحزب إلى أشخاص آخرين. ورغم كل التسريبات يظل غياب زعيم حزب الله الإرهابي هو الحقيقة الوحيدة حتى الآن، ما يعزز التكهنات حول مرضه أو وفاته.